يا مساء الفل واهلا بيكم في عالم العالمين. يوم جديد من مهرجان العالمين اللي بيقدم لنا انواع كتير من الفنون والرياضه والترفيه في صوره مميزه على ارض العالمين الجديده. مهرجان العالمين الليله شهد حفل لفرقه المصريين للموسيقى العربيه على المسرح الروماني. بياتي الحفل للاحتفاء بالموسيقار بليغ حمدي بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. وبالمناسبه هتكون معانا زميلتنا فاطمه خليل من جوه الحفله بعد شويه. الفرقة كمان قدمت يعني باقة مميزة جدا من أشهر ألحان بليغ حمدي اللي سابت بصمة في وجدان الجمهور المصري والعربي بشكل عام. الفرقة المصرية للموسيقى العربية هي الفرقة المركزية للموسيقى العربية بالهيئة العامة لقصور الثقافة واللي تأسست في التسعينات، وتولى قيادتها المايسترو مازن دراز الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. الحقيقة النهاردة اللي حضروا الحفلة استمتعوا بباقة مميزة جدا من ألحان الرائع بليغ حمدي اللي في الحقيقة أمتعنا لسنين عديدة جدا جدا بأجمل الأغاني، سواء لأم كلثوم اللي يعني لحلها سيرة الحب و ألف ليلة أغاني كتير قوي لأم كلثوم. في الحقيقة أنا استغربت إن هو عامل لها كل الأغاني دي، عامل لعبد الحليم أغاني كتير جدا جدا. والنهاردة اللي حضروا الحفلة كمان أكيد استمتعوا بأغاني عبد الحليم من ألحان طبعا موسيقار بليغ حمدي، وعمل نجاياته وردة طبعا والعديد من الفنانين العمالقة اللي قدموا لنا ألحان لسه عايشة معانا لغاية النهاردة. كمان مدينة العالمين الجديدة استقبلت تاني الرحلات والبرامج الطلابية في مشاركة الجامعات المصرية، وده ضمن مهرجان العالمين اللي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الشركة المتحدة وجامعة حلوان وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة. صرح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية إن الأسبوع الثاني بيشهد مشاركة 6 جامعات مصرية، وهي دمياط وكفر الشيخ والعريش والمنوفية وطنطا وسوهاج، وبتتنوع بقى الأنشطة المشاركة بين الفنون التشكيلية وكرة القدم الخماسي والكرة الطايرة الشاطئية، وبجانب مشاركة جامعة حلوان في الكورال والموسيقى. أضاف كمان همام إن البرنامج بيتضمن زيارات يومية لحوالي 600 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية لحضور الفعاليات المتنوعة بالمهرجان. بتتضمن كمان برنامج أو بيتضمن برنامج اليوم استقبال الطلاب بالمدينة الجامعية بالجامعة اليابانية، واجتماع تعريفي بالمهرجان وفعالياته، إضافة لزيارات لبعض المشروعات التنموية بالمدينة زي المدينة التراثية. ولأن مهرجان العالمين في الحقيقة ما بيهتمش بس بالكبار، أيام قليلة وينطلق المهرجان الأجمل والأقرب يعني لقلوبنا جميعا، وهو مهرجان نبتة، لأنه للأطفال. بيقام تحت مظلة النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. نبتة هيكون ملتقى للأطفال وهيضم ورش للحكي بقى للصغار، وهيكون في مسابقات للأطفال عن طريق الاشتراك بأغنية أو بفيلم. أوضح الفنان أحمد أمين رئيس مهرجان نبتة إن لجنة التحكيم هيكون جزء منها في الحقيقة أطفال ومعاهم متخصصين في صناعة محتوى للطفل. خلال مهرجان نبتة هيتم تقديم العديد من الورش والفعاليات للأطفال، منها ورشة عالم ستوب موشن مع المخرج حازم بودة، وده هيبقى يوم 17 أغسطس والأسعار بتبدأ من 100 جنيه فقط، وبيتم طرحها طبعا على موقع تذكرتي اللي من خلاله تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا أي فعالية بتناسبكم ايه هي وتحجزوا الفعالية دي. كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان نبتة للأطفال على فيسبوك عن بوستر جديد للمهرجان مع تعليق كيكو مستنيكو من يوم 15 ليوم 18 أغسطس في مهرجان نبتة للأطفال. العب وعيش المغامرة واكتيفيتيز أكتر مع كيكو. كيكو ده هو نجم عالم نبتة، وهيكون بينه وبين أطفال مهرجان العالمين كتير قوي من المقابلات مقابلات بينهم وبين كيكو، وضمن طبعا ده فعاليات النسخة الثانية. كيكو ده نتاج عمل قام بيه عدد من المتخصصين في تقديم محتوى الطفل، وفي الحقيقة متوقعين ليه نجاح كبير قوي وحلو قوي إن احنا نربط شخصية أو كاركتر كرتوني بفكرة المهرجان عشان الأطفال يفضلوا فاكرينه زي ما احنا فاكرين شخصيات كرتونية احنا اللي عاملينها. في الحقيقة
لو هنتكلم على مهرجان نبت، احنا دايما طول الوقت بنقعد نقول احنا عايزين محتوى للطفل، عايزين تاني نرجع ننتج محتوى للطفل. وفي الحقيقه الشركه المتحده السنه دي في رمضان يعني كفت ووفت في انتاج المحتوى الانيميشن للطفل، المسلسلات الانيميشن اللي كانت هادفه جدا وليها يعني افكار ايجابيه جدا وبتتناسب بقى مع مجتمعنا ومع قيمنا ومع ديننا، قدمتها للطفل ونجحت نجاح كبير قوي قوي. كيكو كمان احنا متوقعين انه ان شاء الله هيكسر الدنيا، فانتوا خدوا ولادكم كده وروحوا مهرجان العالمين وقضوا وقت حلو في مهرجان نبتة مع كيكو.